مساء الخير، مرحبا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من ضمائر متصلة. كان أسبوعا حافلا بالجوائز الأدبية، من نوبل إلى بوكر إلى كتارا، ولم تخلو أي واحدة منها من مفاجآت. سنتطرق اليوم إلى أخبار تلك الجوائز والجدل الذي أثارت. وفي عناوين حلقتنا: بوكر تتمرد على قوانينها وتمنح جائزتها لكاتبتين. نوبل للآداب، المراوحة في منطقة الشبهات. الطيب صالح، عبقري الرواية المهاجر إلى الخلود. في حادثة نادرة لم تحدث منذ عام 1993، منحت جائزة بوكر للرواية هذا العام لكاتبتين مناصفة، إذ فازت مارغريت آتوود عن روايتها الوصايا، وبرناردين إيفاريتسو عن رواية فتاة وامرأة وأخرى بجائزة مان بوكر الأدبية مناصفة، وذلك في مفاجأة جمعت بين أكبر الفائزين بالجائزة عمرا وبين أول كاتبة سمراء تحصل عليها. وأعلنت لجنة التحكيم أن الكاتبتين ستتقاسمان الجائزة التي تبلغ قيمتها 50,000 جنيه استرليني، وتمنح لأفضل رواية في السنة مكتوبة بالإنجليزية ومنشورة حصرا في المملكة المتحدة وإيرلندا. وسبق أن فازت الكندية آتوود وعمرها 79 عاما بالجائزة عام 2000 عن روايتها السفاح الأعمى، وكانت أيضا من أوفر المرشحين حظا لجائزة نوبل للآداب هذا العام، لكنها لم تحظى بها. أما الكاتبة البريطانية من أصل نيجيري برناردين إيفاريتسو فقد حققت بوكر هذا العام عن روايتها فتاة وامرأة وأخرى، التي تحكي قصة 12 امرأة من عائلات بريطانية سوداء. غيب الموت في 14 من الشهر الجاري الناقد الأمريكي الشهير وأستاذ الأدب في جامعة ييل هارولد بلوم عن عمر ناهز 89 عاما. بنظريات مثيرة ومستفزة في النقد الأدبي، حفر بلوم اسمه في الذاكرة بنحو 20 كتابا، أشهرها قلق التأثر الذي صدر عام 1973. وكان بلوم مثيرا للجدل برفضه كل التيارات النقدية ذات التوجه السياسي والثقافي كالنسوية والماركسية والتاريخانية. بلوم استطاع أن يحقق ما لم يستطع نقاد الأدب في الغرب والشرق تحقيقه، وهو الوصول إلى القارئ العادي بكتب صنفت ضمن الأكثر مبيعا في العالم، كما في كتابه المعتمد الغربي وكتابه عن شكسبير. إلى عالم الكتب وجديد الإصدارات، إذ صدر عن دار نينوى كتاب الأعمال السياسية والأدبية في جزئين للروائي الشهير جورج أورويل، وهو من ترجمة أسعد الحسين. جورج أورويل هو الاسم المستعار لإريك أرثر بلير، الصحفي والروائي البريطاني الشهير الذي توفي عام 1950 تاركا آثارا أدبية خالدة، على رأسها روايته 1984 ورواية مزرعة الحيوان، وهما من أكثر الكتب مبيعا في العالم حتى وقتنا الراهن. وعن دار ممدوح عدوان للنشر وسرد للنشر تصدر قريبا رواية دون جوان يحكي عن نفسه للكاتب النمساوي الحائز على نوبل هذا العام بيتر هاندكي، وقد ترجم العمل سمير جرجوس. هاندكي معروف لدى القراء العرب من خلال بعض الأعمال التي ترجمت إلى العربية من قبل، إلا أن الإقبال سيكون كبيرا من دور النشر على ترجمة باقي أعماله الأدبية غير المنقولة إلى العربية بعد، وها قد بدأوا بأسرع مما كنا نتوقع. منح هاندكي جائزة نوبل هذا العام أثار انتقادات كبيرة،
سنناقشها بالتفصيل مع ناقد أدبي متخصص، ولكن بعد الفاصل. مرحبا مجددا. هل يتم منح جائزة نوبل للآداب لبشار الأسد في العام القادم؟ سؤال طرحه وزير خارجية البوسنة السابق، إذ أعاد منح جائزة نوبل هذا العام للنمساوي بيتر هانتكي الجدل حول الجائزة وأهدافها ومراعاتها القيم الإنسانية من عدمه، إذ اعترض أدباء ومؤسسات من الشرق والغرب على هذا التتويج لأديب ناصر جرائم الإبادة في البوسنة علناً ودافع عن جزارها. في مشورنا اليوم نفتح ملف جائزة نوبل للأداب مع ناقد متخصص وخبير في الأدب العالمي، ولكن بعد هذا الإنفو الذي نستعرض فيه تاريخ الجائزة ومشكلاتها. لمناقشة الموضوع يسعدني أن أستضيف الدكتور لؤي خليل الناقد الأدبي وأستاذ الأدب في جامعة قطر. مرحبا بكم دكتور، أهلا وسهلا. تحياتي أستاذ ياسر وتحياتي للإخوة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك دكتور. فتح فوز بيتر هانتكي النار مجددا على نوبل وأثار انتقادات شرقية وغربية، لماذا يمنح كاتب فاشي أرفع جائزة أدبية عالمية؟ وأيضا تزامنا مع صعود اليمين المتطرف والحركات العنصرية في أوروبا. نعم هذا صحيح. قبل الحديث عن هذه المسألة لابد فقط أن نوضح للأخوة المشاهدين من هو بيتر هانتكي. في الأساس هو من مؤيدي مجرم الحرب سلوبودان ميلوزوفيتش، وهو ممن أيدوا المجازر التي ارتكبت في البوسنة والهرسك، بل إن أثناء محاكمة ميلوزوفيتش طالب بمجيء هانتكي ليكون شاهدا معه في المحكمة، وبعد وفاته حضر هانتكي تأبين ميلوزوفيتش وألقى كلمة أساسية في ذلك الحين. هذا الأمر هو الذي ترك انطباع سلبي حين أعلنت الجائزة، ودفع مجموعة من المنابر الثقافية إلى أن تقول إن الجائزة قد فقدت الحس الأخلاقي بمنح هانتكي هذه الجائزة الرفيعة. ولعل ما تفضلت به قبل قليل من أهم رد فعل كان من قبل وزير خارجية كوسوفو السابق الذي قال إذا ننتظر العام القادم أم يمنح بشار الأسد جائزة السلام. يبدو الحقيقة إذا ناقشنا الأمر بروية يبدو أن الجائزة كانت تدرك القائمين على الجائزة أن منح هانتكي سيثير مثل هذه الردود، ولذلك سارعوا إلى أن يمنحوا الجائزة أيضا مناصفة إلى
البولندية أولغا التي أخذت الجائزة معه مناصفة، وهي ناشطة حقوقية في مجال حقوق الإنسان. نعم نعم نعم، هو قالوا لعلهم يعني بهذا يعني يعيدون الكفة أو ترجح الكفة نوعا ما في الميزان، لكن الحقيقة لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، ولا تزال ردود الأفعال متوالية. حتى البيان الأكاديمية اضطرت إلى إصدار بيان مؤخرا، إذا كنتم سمعتم بالبيان، تحاول أن تعلل لماذا منحت هانتك هذه الجائزة. وقالت في البيان، وهو الحقيقة ما يمكن أن يوصف بأنه عذر أقبح من ذنب، أنها لم تجد في أدب هانتك أي إشادة بالوحشية أو بالمجازر تجاه البشرية، وجدت أن هانتك يسعى إلى منح الفرص المتكافئة للجميع. كان بيان الحقيقة ضعيف جدا، وأثار ردود أفعال أكثر من السابق. لكن صحيح، وخاصة ما كتبه لميلوسوفيتش يعني أساسا هو نصوص أدبية. نعم نعم صحيح صحيح. ولذلك يعني نعود إلى المسألة الأساسية الآن، أنه أنت سألت لماذا في ظل صعود اليمين المتطرف تعطى الجائزة لكاتب يمين، نعم اليمين المتطرف تعطى الجائزة لكاتب يدعم الفاشية ويدعم المجازر. السؤال ولما لا؟ بالعكس، السؤال العكسي هو الذي يطرح الآن. يعني في ظل صعود هذه الحركات، حركات اليمين، من المنطقي أن تعطى الجائزة لهؤلاء. المسألة برمتها كما يقول عالم الاجتماع زيغموند باومان، أنه لاحظ أن المجتمعات المدنية في الآونة الأخيرة بدأت تتحول من مجتمعات الصلابة إلى مجتمعات السيولة، بمعنى أنها بدأت تتخفف من سطوة القاعدة وسطوة المعيار. وفي ظل التخفف من سطوة القاعدة وسطوة المعيار، تبحث الجماعات عن سند تستند إليه. في هذه الحال يصبح السند هو القوة بدلا من الحق، بدلا من العدالة، تصبح الهيمنة بدلا من الحقيقة. في مثل هذه الظروف يبدو طبيعي جدا حصول هانتك على هذه الجائزة ووصول هذا اليمين المتطرف. طيب دكتور، هل وقعت نوبل في فخ المركزية الأوروبية؟ الفائزان هذا العام هانتك النمساوي، والفائز عن العام 18 والتي كرمت هذا العام أيضا توكارتشوك، أيضا بولندية. الأوروبيون فازوا أكثر من 70% بعدد سنوات الجائزة. يعني هل هنالك مركزية أوروبية؟ يعني الحقيقة أنا سأقلب السؤال، يعني ومتى كانت الجائزة ليست متحيزة للمركزية الأوروبية؟ يعني أذكر المشاهدين أنه في عام 2009 السكرتير العام الناطق باسم الأكاديمية قال إن الأكاديمية لاحظت أن أوروبا هي قلب العالم الأدبي، وهذا الكلام يعني يحيل مباشرة إلى المركزية الواضحة. المسألة ليست جديدة في الحقيقة على الإطلاق، يعني منذ، لو عدنا صحيح. إلى الخلف سنوات، منذ لعلنا إذا تذكرنا منذ رواية روبنسون كروزو ومؤخرا إلى الآن أعمال هانتك، دائما كانت الأعمال الأدبية الأوروبية ترصد العالم من زاوية الأوروبي فحسب. منذ أن بدأ كروزو يمنح الآخرين الأسماء والصفات وينظر إلى المسائل بعين التملك وصولا إلى هانتك، كل هذا يعكس الحقيقة مركزية أوروبية واضحة. الحق أخي ياسر، هذا العصر هو عصر التحيز بامتياز. الثقافات الآن واضح أنها تتحيز بشكل مطلق بناء على ما ذكرناه قبل قليل المتعلق بتحولات المجتمع، التحولات التي طرأت على المجتمع بتركها للمعايير. ولذلك أرى أن السؤال يعني معكوس، أقول التعجب من الانحياز في هذا العصر يبدو غريبا. لو نظرت معي الآن إلى العالم، ما التحيزات التي تطرأ الآن على العالم؟ هناك تحيز لاتجاه الاقتصاد المالي واضح في ترامب، هناك تحيز للمصالح الشخصية واضح فيما يجري. من كان يعتقد مثلا أن ما يجري في سوريا عبر 9 سنوات من إبادة كاملة لشعب خلال هجر أكثر من 15 مليون شخص، أن يكون هناك أن يتم التعامل مع هذه القضية بهذا التحيز الفاضح. لاحظ أيضا التحيزات إلى الدكتاتوريات العسكرية الموجودة في العالم، سواء في مصر ولا في ليبيا أو في أي مكان آخر. هذا العصر هو عصر التحيزات، والمسألة ليست جديدة، وكل من درس، كل من يقرأ في كتب علم الاجتماع يلاحظ أن الكل يلاحظ هذه المركزية الموجودة لدى الآخر، والتي بدأت تؤثر سلبا في كل معطيات الحياة. دكتور، العرب فازوا بنوبل مرة واحدة فقط، نجيب محفوظ 1988. برأيك هل يعبر ذلك حقيقة عن واقع الأدب العربي بالنسبة إلى الأدب العالمية؟ يعني الجواب هنا
يعني السؤال ملغز نوعا ما، لأن الجواب أيضا فيه مستفز. الوجه الأول مستفز نعم. يعني نعم ومستفز، لأن نعم لأن لماذا؟ لأن حصول أديب عربي واحد على جائزة نوبل هل يعكس موقع الأدب العربي؟ نعم يعكس موقع العربي، الأدب العربي عالميا، لكن هل يعكس الموقع الحقيقي الذي يجب أن يحوزه الأدب العربي على مستوى العالم؟ لا تماما، هذا هو السؤال. هذا الموقع، هذا هو السبب أننا نعم صحيح نعم لأننا نحن لدينا ضعف حقيقي في تسويق هذا الأدب العربي على مستوى العالم. لو نظرت معي وأنت متابع للوضع الثقافي العام، أننا منذ نعم. سنوات طوال كنا أكثر الروايات مبيعا في الساحة العربية هي الروايات الأجنبية المترجمة، سواء صحيح. روايات أمريكا اللاتينية والروايات التي كانت تأتي من أوروبا إلى آخر ما هنالك. انظر الآن ومنذ عقد من الزمن الآن أكثر الروايات مبيعا هي الروايات العربية، بدأت تنافس نعم. وبقوة هذه صحيح. الروايات التي يكتبها الآخر. لماذا؟ لأن الآن هذه الرواية بدأت تصبح هي حقيقة ديوان العرب، هي المعبر عن احتياجات العرب، هي التي تعبر عن تطلعات العرب، وبدأ الروائي يطرح نفسه بقوة الآن في مقابل الروائي الآخر. لكن الإشكال يكمن في أننا لم نستطع حتى الآن أن نسوق لهذا الأدب العربي، ولذلك يبدو أن حصول أديب واحد على جائزة بالقياس إلينا يبدو ضعيفا، لكن بالقياس إلى العالم يبدو منطقيا، لأنهم لا يعلمون شيئا عن هذا الأدب. دكتور، بوصفك ناقدا أدبيا متابعا، هل ترى وجاهة في منح نوبل في الأدب لشخصيات مثل مثلا وينستون تشرشل 1953، بوب ديلان المغني الأمريكي 2016، بالمقابل حجبت عن ليو تولستوي الذي رشح لها من عام 1901 إلى عام 1906 ولم يحظى بها؟ هل هنالك كتاب لم يكونوا على مستوى الجائزة ومنحت لهم لأسباب غير أدبية برأيك؟ نعم نعم، يعني هذا منطقي جدا. من يتابع الجوائز التي منحت، إلى تاريخ الجوائز التي منحت عبر تاريخ نوبل، يلاحظ هذه المسألة. أنت ضربت مثال قبل قليل، وينستون تشرشل، لماذا منح الجائزة أصلا؟ ماذا كتب؟ هل هو كاتب إبداعي حتى يمنح جائزة الأدب؟ بالمناسبة هو منح جائزة الأدب ويمنح جائزة السلام. نعم تخيل، كتب مذكرات في 12 مجلدا، وله مجموعات نعم له مجموعات من القصص، لكنها لا ترقى حتى إلى المستوى المتوسط من ذلك. صحيح. منح الجائزة كما تفضلت أن إلى ديلان، وهو كاتب غنائي لشعر ومؤيد للصهيوني، ومؤخرا الآن حصول هاندكا على هذه الجائزة، كل هذا يعبر على أن الجائزة لا تحكم مبدئيا على أن هذا الذي حصل على جائزة هو الأفضل. لكن لنكون منطقيين أيضا وواقعيين، لا يمكن أن نقول إن من حصلوا على الجائزة لا يتمتعون بمستوى ما من الكتابة، يعني هذا لنكون موضوعيا نوعا ما، قد لا يكونون هم الأفضل، لكن بالضرورة هم يملكون الحد الأدنى اللي يمكن أن يسمح لمنحهم هذه الجوائز. لكن مرة أخرى لعلي ألاحظ، لا أدري إذا كنت الآن يعني ستثير هذه القضية، لاحظ معي أن ما تفضلت بذكرهم قبل قليل كلهم يكتبون بلغات أوروبية، يكتبون باللغات الموجودة لدى أوروبا، باللغة تماماً المركزية تماما، مركزية اللغة الأوروبية. فاز اللغات الإنجليزية 29 مرة، الفرنسية 16 مرة، الإسبانية 11 مرة، السويدية 7 مرات. طيب مركزية اللغة نختم بها لو سمحت. نعم نعم صحيح. دعني أذكر كل هؤلاء الذين تفضلت بذكرهم، لنرى ما هي اللغات التي، من هم الذين حصلوا على جائزة نوبل من خارج أوروبا. عدد، انظر معي، حصل عليها أولا طاغور، لكن في البيان الذي صدر عن الأكاديمية عن سبب حصول طاغور عليها كانت بسبب خصوصية اللغة الإنجليزية التي يكتب بها، تخيل معي. الأمر الآخر، وولشوينكا عندما أخذ الجائزة كتبها، وفي البيان نعم ذكر أنه كتبها بناء على النصوص الإنجليزية التي يكتبها. أيضا هناك من أخذ جائزة أيضا يكتب باللغة الإسبانية. لا يوجد شخص أخذ جائزة نوبل لا يكتب بغير اللغات الأوروبية، ربما نستثني من ذلك نجيب محفوظ. واضح المركزية الأوروبية التي تحدثنا عنها قبل قليل واضحة في اللغة. لماذا؟ لأن اللغة كما يقول عبد الوهاب المسيري هو أكثر منتج ثقافي مليء بالتحيزات، ولعله هذا الذي دفعه منذ فترة إلى إطلاق مشروعه الخاص بفقه التحيز، وكأنه في نظرة استشرافية للمستقبل يرى أن المستقبل القادم مستقبل التحيزات وعلينا أن نعيها، لذلك دعا إلى هذا المشروع الذي تعرفونه فقه التحيز. دكتور، لم يبق لي إلا أن أشكرك شكرا جزيلا، كانت إضاءة مكثفة ولكنها كانت مركزة جدا مفيدة جدا. أشكرك شكرا جزيلا على مساهمتك، الناقد والأديب الدكتور لؤي خليل. الشكر لك أستاذ ياسر، والشكر للبرنامج الكريم ولهذه الاستضافة الكريمة التي مرت سريعا، شكرا لكم. شكرا جزيلا.
إذن تستطيع نوبل أن تضع أديبا ما في دائرة الضوء، ولكنها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تضمن له العبور إلى قلوب وعقول القراء. وكم من أديب نوبلي نسي، على أن الذكر الطيب صالح ما زال طازجا، وكأن عرس الزين يعقد للتو، ومواسم الهجرة إلى الشمال تتكاثر وتهرب من الورق لتتجسد واقعا على الشواطئ وفي طرقات النزوح. نتابع سيرة عبقري الرواية العربية. وهكذا كان أدب الطيب صالح هو الجائزة التي منحها لكل قرائه في العالم ليبدد بعض الوحشة ويزيد في الضوء خيطا. بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من ضمائر متصلة. أيها الأحبة، تابعونا وشاركونا آراءكم تكرما عبر وسائل التواصل الخاصة بتلفزيون سوريا. أراكم السبت المقبل، كونوا بخير.